السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في دورة الفراخ اللي امام حضراتكم اللي انا استعرضت عنها العديد من الفيديوهات. عملت فيديو من يوم لعشر ايام وبعد كده من 13 او من 11 لتلاتة وعشرين. النهاردة بستكمل من 23 للنهاردة 33 يوم. وامبارح بالليل يعني اتصلوا وقالوا لي النافي فجأة لقينا 12 فرخ مات في عمر 33 يوم. طبعا يا جماعة دايما بقول ان عمر 30 يوم ده عمر خطير، عمر مهم جدا، لازم نخلي بالنا من الفراخ. طبعا شرحت حوالي 7 فرخات من ال 12. الفراخ فيها نسبة كوكسيديا، فيها سموم عالية، فيها يعني برد القصبة الهوائية بتاعتها، فيها زي مخاط لزج. طبعا يعني انا مش عارف ايه اللي حصل، بيقولوا احنا ما عملناش حاجة، ولكن لكل شيء سبب. يعني طبعا الفراخ في بعضها ما شاء الله فايق ونشيط وحلو، والبعض الاخر حالات فردية عينيها قافلة بتفهق. فبنقول يا جماعة العمر الثلاثين يوم دوت تحاول لما تغير الفرشة بحذر، تحاول تركز او مع الفرخ، تركز مع تهويته، تركز مع تدفيته، تركز في كل حاجة، علشان يعني ما فيش شيء زي ما قلت لحضراتكم من غير سبب. الفراخ تعبت يبقى فيه سبب، الفراخ بتعطس يبقى اخده برد، البرد ده جاي من الكتمة ما فيش تهوية، او جاي من هواء شديد، وفي الغالب البرد بيجي من الكتمة. فعلشان كده واحنا بنربي في اماكن مش مجهزه ومش مخصصه لتربيه الفراخ، فعلشان كده لابد ان احنا نسيب مجال للفراخ، نسيب مجال للفراخ في الاماكن اللي هي غير المخصصه دايما. طبعا الجو العام كويس، ولكن السموم العالية هي اللي عملت نافق عالي، لان لقيت الكبد لمعظم الفراخ متضخم وفي سموم عالية جدا خالص، ولونه لون وحش غامق جدا، وفي تبقع على الكبد. كل ديت بنقول ان هي اعراض سموم. طبعا المكان ده كان مقفول، خليته فتحه، الشباك انا لسه فتحه بايديا لاني شباك جانبي، مع ان هو بطل الدفايات، الحرارة عندنا 24 مفترض في الايام دهيت، واحنا في شهر ديسمبر شهر 12، النهاردة 19، لابد ان احنا درجة الحرارة تبقى 26 على الاقل، الدفاية شغالة علشان الفيروسات وعلشان نهوي براحتنا. معظم الحالات اللي بتجيلي في المكتب للتشريح او للزيارات كلها جايه من الناس بتكتم على الفراخ بشكل بيخلي الفراخ يجيله كوريزه، بيخلي الفرخ بتاعنا يموت فجاه. فلابد يا جماعه من التهويه. يعني الفتره اللي عدت ديت من منتصف شهر ديسمبر لغايه احنا داخلين على اخره، معظم الزيارات او معظم المشاكل بسبب التكتيم على الفراخ بتاعتنا. طبعا احنا هنا هننزل يعني حاجة منشط كبد مضاد سموم، وهنضاعف الجرعة مع مضاد حيوي او اي شيء للبرد، علشان طبعا الفرخ فيه عطسة في الفراخ بتاعتنا. فلابد طبعا ان احنا نعالج الفراخ بتاعتنا، ما نقولش خلاص بقى يعني ايه ان احنا ما نعالجهمش. لا بصوا، في فرخة هي عينيها متسعة ومحمرة، ومعظم الفراخ نحس اللي في عينيها رغرغة. طبعا الناس اللي بتربي على القش، القش بيعمل ريحة، ريحة كمكمة، ريحة بتتعب الجهاز التنفسي بتاع الفراخ بتاعتنا. فلابد ان احنا القش بتاعنا يكون كان متخزن في مكان كويس مفيش فيه اي روائح. الحاجة التانية يا جماعة، عمر الثلاثين يوم لما نيجي عنده نوسع المكان، نزود التهوية،
مع الناس اللي بتربي في الشتاء، الحرارة موجودة علشان ما يحصلش أي شيء للفراخ بتاعتنا. برضو أحب أوضح في مسألة تربية الفراخ. طبعا إحنا بالنسبة للفراخ ديت من 23 بدأنا ننزل في 23 و24 و25 و26 مضاد أموكسيلين، حاجة للكوليستيريديا، وكنا بننزل فيتامين كاف للفراخ بتاعتنا. فطبعا بعد كده بدأنا بقى، كنا بننزل من 23 لغاية 26 مضاد الكوليستيريديا وفيتامين كاف. بالنهار كنا بننزل، هنا كانوا بينزلوا مرة فيتامين، مرة رافع مناعة، مرة مضاد سموم، منشط كبد، ولكن هم قعدوا ما يتعدى هنا الخمس أيام مفيش مضاد سموم. وطبعا يا جماعة مضاد السموم دواء مهم جدا علشان الجو، علشان السموم بتاعت الجو، عشان سموم العلف، عشان سموم الفرشة، فده وقت كبير جدا جدا جدا. يعني شوفوا الفرخة هنا هيت رغم ان عينيها قافلة ولكن بتحاول تاكل. يعني بصوا، فطبعا لابد ان احنا ناخد بالنا من موضوع التهوية بالذات في الشتاء، لان الناس بتقفل على الفراخ بدرجة. يعني انا كنت في زيارة المكان، الفراخ اتعمت، عينيها قفلت خالص خالص خالص، فبالتالي اللي يعني بتقفل دوت هياكل ويشرب ازاي؟ هيموت. والعلاج طبعا بيبقى علاج حقن، وعايز مصابرة، وعايز وعايز وعايز، وخصوصا بقى لما بيبقى في الاعداد الكبيرة تبقى طبعا مشكلة في مسألة العلاج. فيعني بالله عليكم مراعاة التهوية ومراعاة التدفئة، ما بكتمش عليهم عشان ادفيهم، لا، بدفي للتدفية وبهوي للتهوية، ما بعملش حاجة علشان حاجة. الحمد لله. يعني طبعا لما يكون النفع عالي دوت بيبقى مؤشر مش حلو، فعشان كده بنبدأ نتابع العلاج بتاعنا ونشوف الأمور هتمشي ازاي، ومع طبعا ان احنا